هداد ربطه نولا دقن إنك كن نولاته هداد ربطه نولا لان ورور كيو البهار كو بضنين إنك كجرته هداد ربطه نولا لان وح خارج كاهانك كبيبين هدو العليا هي هداي علاطي هداي عيتهاي هداي أماني يا سلطة يا حوق يا حولتهاي لا بد بدانك كبيبين أتقف نور ملو إلهي أدومه سكمي دا هذا هاتي هذا ضربته وحق رأيك ينطي المامي التصبيح لبتصدى دوني دا ينقلنا الله كائناتك تشوغو أردمي إلهي وحي روشا هنا وضع تصبيح سنيا واثقالين كون عدا لو تاقلاي يقول ما ميلو معر رئيس سادة ردد با إلهي كتاب كيسو حكوت المامي صدح يطوان آيات دا قرآن كمي دا وكوب يطوان سورة دا قصوة أروري ايات تصبيح ده وحا الله تيرينيا كائنات كاس في سورة الرعد في سورة الإسراء في سورة الأنبياء توبة صبا صاد حديد حشر صف الجمعة التغابن سور كاس أردن يد الله تيرينيا ويصبح الرعد بحمده وانكت كاس با إلهي لي وتصبيح سنيا سقو لبا حمدي قال لك بيهي وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير نبي الله داود الله يحلي وحن وسخر بورها للتسبيح سنجري الجبال والطير أيها كان إله قلت المامية تسبيح سنية بل إله قرآن قلت المامية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا إيركا واحد جرا يدولك واحد جرا هذا وضع إير يدول بواحد جرا يو ومن فيهن واحد كسوغا نوردامي إلهي بيو تصبح سنيا وإن من شيء لا يصبح بحمده شيء ما جرا با إلهي لا إلا يو تصبح سنيا إذا كن بان فهمين تصبح له عدو البنى إلهي وحد المامين مسلك وخاصة طريقة وخاصة يو تصبح سنيا جرته ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون مد ولب طريقه وتصبيح سدب لي باء الهي المامية بل وحد عضا كائنات التصبيح جدا إن مررك بنا آدم كلام قشيه معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام آيات في صحابة ضيارك تكرد عليه وحكمي ده حديث كبخاري عبد الله بن مسعود وريني ولقد كنا نسمع تصبيح الطعام وهو يؤكل بلي ابن مسعود وحليه وحنه هاي كوى مقلية عنادة تصبيح سنسا نقول عنينا ولا الرؤية وانا تصبيح سنسا عنادة نعنيني وتصبح سنس إلهي بمغشيه سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يصبح بحمده ويا وحكم ده حديث أبي ذر وريني إمام الطبراني صوصة الشيخ الألباني صحيح كنت الماما وحليه وحن فردي حاضر وحنها النبي عليه الصلاة والسلام اكتيسة حلقة سقوة فردية وقعنت قرورح نجحن يرير قعنت كوهية ونجحنت وقعنت كوهية تصبح سنس بولي نبي قالوا لا فرديني أنا حلقة فردنا بولي كلمة ولما وحط المامة وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بانا قمي دها بولي رقا حلقة فردية خلفة داسا قمي دها ددك فردية أردامنا بقحان تهو النبي وقعان تكوها هي التصبيح دا دوي مغلي يضال الله وضا فردية اللي مغلي انت النبي وكمو الدينيني وحوني بي أبي بكر أبي بكر بقعان تكو غبطي مركز هي التصبيح صديح قروره ولما تصبيح لنا ضد كورن موا مقلة يبويل أبي بكر بن النبي أخو علي عليه الصلاة والسلام النبي قال هذا نوح وليبي عمر مرة سجع أنت عمر ركوا تصبيح صديق ضد كورن بن مقلة يبولي مركز النبي قال أخو علي عليه الصلاة والسلام دبتنا النبي قال وحولي به هذا عثمان بويل مركز سيدي وكلا تصبيح صديق مركز دم بدت كلون ليبي بويل قف دمنا لما يتصبح سن بولي دتك ايغي خاله مو تصبح سنين اذا حديث كني وحديث علماء هي حديثه المامية وحانو شيغيا ان حتى قرروح
أي قعدت كوها يا صحابة التصبيحات كذا إلا مغلي عناي عناي يعني إلا مغلي كائنات كون نبى تصبيح صدى وكي حديث كي صحيحين كوكيا لا أبو هريرة ورينيو نبي قولي عليه الصلاة والسلام نبي يدا كمدة أيا قرآن يقنينتي مركز صبول كيد ماشي يدي يردان أمرين لقبه دبتنا إلهي بو وحيو دو حلقو يري ما هل قرآن يينيك قنينتي أيا أحرقت أمة من الأمم تصبح أيا أمد أمراء كمدة أو تصبح سنيسة أدو قبتي باليني إذن نقوم حل الشهيد كي نوصع عنا وحويان أمة من الأمم تصبح قرآن يداس ماشي داد سنيد إنا ينتسبح سنيسي